هادشي زوين. انا تنشوفهم دابا في الفيسبوك في المباشر يعني شي تيجاوب شي. ناخذوا تسجيل صوتي اخر سي ملحش لكل شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس بخير خويا. انا رشيد من الرباط. خويا كان واحد الاخ ديالي خدا واحد كاين صداع كاين صداع. لا 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 ما يسمعكش ما يسمعكش. عاود لينا التسجيل الله يخليك اسي. وما قدرتش سي ملحش. بلاتي بلاتي سي الوعدودي. هذا تسجيل صوتي. هذا ماشي مباشر. يقول من عندنا من الاذاعه صداع. لا لا من عنده. اسمع لي غنحاولوا نركزوا مع السؤال. هذا صيفطوا في وسط الاسبوع ماشي اليوم. واخا قول عاود. غادي عاود لينا التسجيل الله يخليك سي هشام. السلام عليكم سي الوعدودي. لاباس بخير يعني. خويا انا رشيد من الرباط. خويا كان واحد الاخ ديالي خدا واحد السكن اقتصادي وما قدرش يكملو. وصل فيه النص تقريبا حبس. حديت عنده انا ومني بغيت نكتب بلا بغيت نقلبو في سميتي واش نخلص النوتير من جديد ونخلص الضريبه ولا لا. واش نخلص عليه الضريبه ولا لا. النوتير مثلا ديك الضريبه واحد ونص ولا هذا. الله يجزيكم بخير. شكرا. هذا السيد اذا كان هذا العقل هذا العقار اللي شرى سكن اقتصادي راه يكون غادي يكون باقي الرهن ديال الدوله. خاصو يفوت واحد العدد يدير معاه في الكونترا هذا 4 سنين او 5 سنين. نعم. اش باش غادي يحيد غادي يجيب لا مال في الاولى الاولى من عند الضرائب باش غادي يجيبها. غادي ياخذ لاكارت ناسيونال وياخذ شهاده السكنه ياخذ استهلاك الماء والكهرباء باش كاين كيستهلك فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال كيدير طلب للسيد مدير الضرائب اللي تابع للسيكتور ديالو. كيقول لي بانني راني شريت حتى اوكي ويزيد فوتوكوبي ديال العقد الشراء نهار الاول وفوتوكوبي وشوف ديال شهاده الملكيه تلصق مع الدوسي ويدير طالب السيد المدير الجهوي ديال الضرائب كيقول لي ودي راني شريت في التاريخ الفلاني وكاين واحد الشرط فاسخ غادي يسالي في التاريخ الفلاني دابا راه ساهله دابا كنطلب منك الله يجزيك عطيني لا مالوفي ديالي كياخذ لا مالوفي ديالو كيمشي للمحافظه كيدفع هذاك لا مالوفي كيرجوا ليه شهاده المحافظه خاويه سليمه ما فيها لا راه اللي يديك اللي يخليك ها هو دابا ولا عنده الحق يبيع. ملي كيبغي يبيع لذاك السيد الا باع ليه هذاك العقد وذاك عنده الحق يبيع ملي كيبيع ليه كيخلص ربعه هذاك اللي شرى كيخلص 4% ديال التسجيل وكيخلص 1.5% ديال التحفيظ وكيخلص اتعاب ديال داك السيد يكتب ليه النوطير والعدول. اذا كان داك السيد اللي باع سكن في ذاك المحل اكثر من 6 سنين كيكون معفي من لا تيبي داك الربح العقاري ما يخلص حتى ريال. اذا كان عنده اقل من 6 سنين كيخلص لا تيبي. اذا كان داك الثمن باش باع خاسر ما بينش عنده ربح شرا ب 20 باع ب 20 مثلا ما ربحش ريال كيخلص 3% من ذاك الثمن الاجمالي من ذاك 20 مليون كلها. اذا كان رابح كيحيد البيع من الشراء ذاك الربح الصافي ديالو كيخلص عليه 20% ولكن الدوله ديما مطوره مزيان. اذا كان 3% صالح الدوله كتاخذ الدوله 3% كان صالح هذاك الربح كتاخذ الربح. نعم هذا الشيء اللي كاين. ناخذ مكالمة. السلام عليكم.